وزارة الصحة حتى الآن. والحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن المخاطر، معنا من اليغور دكتور رونزا نجار دبيني، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى الكرمل في مدينة حيفا. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا فيك فرات، أهلا بجميع المشاهدين. نعم، هل الأرقام أرقام صحيحة التي يدلي بها أو يقوم بنشرها أو تقوم بنشرها وزارة الصحة؟ طبعا الأرقام صحيحة، وزارة الصحة كل الوقت عم تعطينا الأرقام الصحيحة بالنسبة للناس اللي عندها حالة مؤكدة من وجود فيروس الكورونا عندها، أو بالنسبة للحالات المشبوهة فيها حاليا من فيروس الكورونا. يعني هناك تحدثنا قبل مع عضو الكنيسة أيمن عودي بما يتعلق بالانتخابات، وهو الحدث الأكبر والأضخم في الأيام القريبة. كيف من الممكن يعني أن نطمئن المواطن قبل هذا اليوم، خاصة أن هناك تخوفات من الخروج أو عدم الخروج بسبب الكورونا؟ ماذا تقولي لهم؟ فرات حاليا عم نحكي على أعداد جدا قليلة في البلاد من ناس اللي عندها فيروس الكورونا. عم نحكي على 3 حالات في البلاد، اللي هي حالتين عمليا موجودة من مواطنين إسرائيليين اللي كانوا على متن سفينة الكورونا في اليابان، اللي في حال وصلوا البلاد فوتوهن لحجر صحي لمدة 14 يوم، وعمليا نتيجة لهذا احتمال إصابة ناس تانية في فيروس الكورونا من هدول المرضى هو جدا ضئيل. عم نحكي من امبارح على حالة جديدة لواحد من المواطنين الإسرائيليين اللي كان في إيطاليا، وهذا الشخص كان موجود في البلاد لمدة 3 أيام لحد ما كان في تشخيص لحالته. حاليا ما في كتير حالات في البلاد، عم نحكي على 3 حالات، فما أظن أنه في داعي للخوف من أنه المواطن العربي يطلع ويصوت. سبل الوقاية دكتور، ربما يعني ماذا يجب أن يقوم به المواطن، خاصة طلاب المدارس وغيرهم من المواطنين في البلاد للوقاية؟ عمليا احنا عم نحكي على وقاية أساسية جدا من الفيروس، زي الوقاية من كل الفيروسات الثانية مثل الإنفلونزا وغيرها. الوقاية بنحكي فيها على النظافة الأساسية مثل غسل الإيدين بصورة منتظمة ومتواصلة كل الوقت، الابتعاد عن الوجود بمحلات مكتظة أو مع كتير ناس، في حالة وجود حم أو سعال أو صداع أو وجع في الحلق مفضل أنه البني آدم ما يطلع من بيته ويلتزم البيت، ويمتنع من التواجد في محلات اللي فيها كتير ناس عشان ما يعدي ناس تانية. طبعا الأهم هو الحفاظ على تغسيل الإيدين في كل الوقت وتغطئة الفم والأنف في حالة السعال. نعم، كان دكتور يعني هناك نوع من حال أو حالة من الذعر في أعقاب انتشار هذا المرض، كما أنفنا الذكر إن كان في آسيا أو في القارة العجوز في إيطاليا الآن. يعني بما يتعلق بهذا الذعر، بهذا الخوف، هل تلمسون ذلك أيضا من خلال ممارستكم للعمل اليومي في المستشفيات، على وصول حالات ربما هي حالات بسيطة ولكن بسبب الخوف بسبب الذعر يصل أكثر من المواطنين إلى غرف الاستقبال في المستشفيات؟ طبعا فرات، من طبيعة الحال أنه الناس في عندها خوف من الوضع، ففي أي لحظة اللي في أي عارض بسيط اللي هو ممكن يكون عارض مار وما دخلوا في فيروس الكورونا، هاي الناس بتتوجه أكثر للمستشفيات، تتوجه أكثر للمرافق الطبية عشان تفحص حالها، وبالتالي في ضغط كبير على الجهاز الطبي. ولكن احنا حاضرين، والمستشفيات مستشفيات البلاد طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة حاضرين لاستقبال هاي المرضى وحاضرين لفحص هاي المرضى والحالات المشبوهة فيها. يعني اذا انتقلنا إلى عنوان هذا اللقاء معك دكتور، أنت تطمئني الناس، تطمئنين الناس بأنه يعني
الكورونا لم ينتشر في البلاد ولن ينتشر على ما يبدو، يمكنهم الخروج إلى التصويت دون أي قلق ودون أي خوف. اللي عم بحاول أقوله أنه حاليا ما في انتشار زايد للكورونا في البلاد، مفضل أنه نسمع لتوصيات وزارة الصحة بكل ما يخص الكورونا. نعم. وزارة الصحة في قسم من الناس اللي هي بتشك أنه كانوا في تواصل مع ناس اللي هن مع كورونا مشخصة. نعم. وهاي الناس مفضل تكون في حجر منعزل صحي لمدة 14 يوم. إذا بنمشي بحسب توصيات وزارة الصحة بفكر إنه ما في داعي للقلق الزايد. أكيد. وإن شاء الله كلياتنا بنكون مناح. ونحن أيضا نأمل ذلك يا دكتور رونزا نجار دبيني، أخصائية الأمراض المعدية في مستشفى الكرمل في مدينة حيفا. شكرا لك، كنت معنا من استوديوهاتنا في الياغور. وهنا أيضا نريد أن نشدد على قضية التعامل مع الشائعات، الرجاء عدم ترويج الشائعات، لأنه في كثير من الحالات هي مجرد شائعات دون أي حقيقة أو لا تمس الواقع بحقيقة. صحيح. شكرا لك فرات.